الأسرة الرياضية من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. الخطيب يعود من ألمانيا اليوم. العمري فاروق خطة لتطوير الأهلي قبل نهاية الشهر الحالي. البدري يطلب تسجيلات لفريقي ريل كاديوجو ومونانا. والفريق الأول يبدأ استعداداته للنصر بدون راحة. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. يعود للقاهرة مساء اليوم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قادما من ألمانيا بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية هناك لاستبيان أسباب آلام الظهر التي تنتابه بين الحين والآخر وتؤثر على الحركة في قدمه اليمنى. ويبدأ الخطيب مزاولة عمله صباح غد الأحد لإنهاء العديد من الملفات الخاصة بالنادي وفي مقدمتها المشروعات الخاصة بالبنية التحتية في فروع الأهلي الثلاثة التي ينوي البدء فيها خلال الأيام القليلة القادمة. أكد العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي سيعلن قبل نهاية الشهر الجاري الخطة الكاملة لتطوير مرافق النادي. وقال نائب رئيس النادي إنه تم إعداد المشروع بالكامل ويبقى أن يعلن بيبو التفاصيل الكاملة خلال الفترة المقبلة. للمزيد من التفاصيل نتابع في التقرير التالي. النهارده احنا موجودين في فرع زايد مهرجان الحياه من كل الحياه مشاركه عدد كبير جدا من الساده الاعضاء اعمار سنيه مختلفه متواجدين معاهم خطه كامله الحياه الحمد لله رب العالمين في التواجد والتواصل مع كل اعضاء النادي الاهلي في الثلاث افرع الجزيره مدينه نصر زايد النادي الاهلي دايما زي ما بيقولوا دايما في القلب في قلب كل الاعضاء في قلب كل مجلس اداره الحمد لله رب العالمين الامور اعتقد ماشيه للافضل إن شاء الله كمان يكون الشهر ده مع نهاية الشهر ده الكابتن محمود الخطيب إن شاء الله يعلن عن الإنشاءات الجديدة إن شاء الله في الثلاث أفرع من خلال المؤتمر إن شاء الله يبقى كبير جدا نبدأ على طول تاني يوم على طول نبدأ الأعمال الإنشائية بتاعتنا بإذن الله رب العالمين أعتقد إن شاء الله يعني هيكون ليها أثر إيجابي جدا عند السادة الأعضاء على مستوى كل الأفرع بتاعتنا المركز الرئيسي ومدينة نصر وزايد إن شاء الله كمان إن شاء الله بإذن الله نتحرك في التجمع الفترة الجاية بشكل أسرع من كده كمان بدأت تتحط الخطط بتاعته على أعلى مستوى الحمد لله رب العالمين إن شاء الله كده الكابتن محمود الخطيب يتواجد بالسلامة بإذن الله داخل جمهورية مصر العربية بكرة إن شاء الله بإذن الله يجي بالسلامة بصحة طيبة جدا بنطمن كل جماهير النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي كابتن محمود بخير وإن شاء الله بإذن الله رب العالمين يترأس الاجتماع مجلس الإدارة القادم وإن شاء الله عندنا عدد من الاجتماعات يوم الأحد بإذن الله رب العالمين معاه في العديد من الموضوعات فان شاء الله باذن الله رب العالمين الامور تكون افضل وافضل ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله. حاجات كتير الحقيقه ملفات كتيره اتحطت واتدرست كويس واتجهز لها مشروعاتها وجاهزه زي ما بيقولوا كده للضغط على زر الانطلاق يمكن احنا في انتظار بس كابتن محمود الخطيب ان شاء الله باذن الله يجي بكره زي ما انا قلت بالسلامه عندنا العديد من الملفات هتعلن مع نهايه الشهر ده ملف كمان طبي على مستوى طيب جدا 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 الحقيقه للساده الاعضاء ان شاء الله باذن الله هيعلن بتفاصيله مش حابب ان انا اتكلم في التفاصيل عشان ما احرقهاش انما ان شاء الله حاجه على اعلى مستوى ما حصلتش في ولا نادي على مستوى جمهوريه مصر العربيه باذن الله رب العالمين عندنا ملف الانشاءات الحمد لله رب العالمين السنه الاولى الحقيقه بتضم عدد كبير جدا من الانشاءات على مستوى ثلاث افرع بشكل جديد خالص بشكل مختلف عن الانشاءات يمكن اللي كانت في الفتره السابقه على المستوى تاريخ النادي الاهلي بدا يتعامل تصور كامل لشكل منشا النادي الاهلي ازاي المنشا نفسه كمان ينتمي للنادي الاهلي باللون الاحمر بشكل مختلف بوضع ثاني الحقيقه العديد من اللجان بدات تشتغل بدات تعلن
تعلن عن انضمام اعضائها، يمكن لائحه جديده للجان كلها النهارده، 50% من اعضاء اللجان شباب، 20% من اعضاء اللجان مراه. عندنا احداث كتيرة، عندنا اربع بطولات الحقيقه ينطلقوا في شهر 3 واول 4 بطولات افريقيا النادي الاهلي بينظمهم، اليد والطايره رجال وسيدات، عديد جدا من الساده اعضاء النادي بيشاركوا الحقيقه في التنظيم على كل مستويات. بنفتح الصاله المغطاه لجماهير النادي الاهلي بشكل معين، تم الاعلان عنه بالامس من خلال رئيس اللجنه العليا للبطوله. الحقيقه العديد من الملفات بتتحرك على كل مستويات، فريق الكره الحمد لله ماشي بشكل طيب جدا، بيتم تدعيمه على طول، في تقييم كامل، اكاديميات النادي الاهلي اللي هتتحرك في الفتره الجايه في كل حته. كل دي الحقيقه موضوعات كتيره الحقيقه، وفي موضوعات اخرى واخرى واخرى، ومشروع برضو النادي الاهلي اللي هو المفروض الناس كلها منتظراه، الاهلي سيتي، المفروض في اجتماعات كتيره جدا بتتم خلال الفتره الحاليه الحقيقه، وان شاء الله هيتم الاعلان عن تفاصيل قريب باذن الله رب العالمين بشكل اكبر واوضح من خلال الكابتن محمود الخطيب. اعتقد الحمد لله رب العالمين شهرين مكثفين جدا، انطلاقه حقيقيه للنادي الاهلي بزاويه مختلفه. بيتم النهارده لجنه جديده بتستحدث، لجنه الخدمه المجتمعيه على مستوى مصر كلها الحقيقه، ازاي النادي الاهلي بقى ليه دور اجتماعي مع جماهيره مع اعضائه، ليه دور وطني كامل متكامل مع كل جموع الشعب المصري، ازاي يدعم الدوله بشكل قوي جدا في ظل الظروف الحاليه، محتاجين وقفه النادي الاهلي بجماهيره بكل حاجه تجاه بلدنا بشكل طيب جدا، نلتف حوالين رئيس الجمهوريه بشكل قوي، محتاجين ملفات كثيره الفتره الجايه. الملف الحمد لله مليء بالمجهود وبالشغل اللي بيتم داخل غرفة مجلس إدارة، 12 عضو مجلس إدارة على مستوى طيب جدا الحقيقة، كل الناس بتشتغل، كل الناس روح واحدة، تيم ورك واحد، لجان كتير الحقيقة بتشتغل، بتفعل، متواجدة داخل النادي في كل الأفرع بتاعته. أعتقد الحمد لله رب العالمين الأمور ماشية بالشكل اللي احنا حاطينه في الخطة بتاعتنا وبنفس البلان بتاعنا وبنفس التواريخ، وملتزمين بتواريخنا إن شاء الله اللي احنا أعلناها في كل ملف قلناه بإذن الله. انطلاق قناة النادي الأهلي بالشكل الجديد بتاعه بشكل كبير، بشكل كمان هيبقى أفضل إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. يمكن كانت الأسبوع اللي فات مجتمع شركة الأهلي الإعلامي مجلس إدارة الخاص بالشركة اللي تمتلك القناة، بالفعل في اجتماع تاني إن شاء الله بإذن الله برئاسة الكابتن محمود الخطيب الأسبوع دوت، بتتحط الخطة الجديدة بشكلنا الجديد إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. أعتقد إن شاء الله قناة النادي الأهلي الفترة الجاية هتكون بشكل مرضي جدا لجماهير النادي الأهلي والأعضاء النادي الأهلي بإذن الله رب العالمين. هو ده الحقيقة الهدف كان بتاعنا في برنامجنا عائلة الأهلي، عائلة الأهلي الكبيرة، كله متواجد، أعضاء النادي الأهلي بتشتغل مع مجلس إدارة مع إدارة النادي، كل واحد، ما عندناش فروقات، ما عندناش فرق ما بين مين موجود ومين مش موجود، كلنا مجموعة عمل واحدة، كلنا في الآخر بننصب تحت اسم عائلة النادي الأهلي الكبيرة بكل أوضاعها بأسمائها بشخصياتها برموزها بكياناتها بأعضائها. أعتقد الحمد لله رب العالمين هي دي الروح الطيبة اللي احنا دايما النادي الأهلي بيتسم بيها. كان عددا من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي قد حضروا أمس ختام فعاليات دوري الـ11 للرواد بالنادي الأهلي والمقاومة بفرع الشيخ زايد. نتابع في التقرير التالي. نقول ما فيش حاجة اسمها الشيخ زايد ومدينة نصر ولا كله جزيرة، كله نادي واحد، وده تقليد حلو ان احنا نبتدي نعرف الناس ببعض، يبقى في تآلف ما بين الثلاث أندية، مش الثلاث أندية برضه، هو الثلاث فروع ونفس الناس هنا، لازم يبقوا هم مش كل واحد مش عارف الثاني، فده نشاط جديد وان شاء الله كده تبقى في ألعاب كتيرة وفي أعمار وسيدات وتبقى في يوم رياضي دايما، وده اللي احنا بندرس عليه كده، ان ايه ارتباط بين الثلاث فروع. يعني انت عارف في لجان فعاليات كتيره من واخدين في اللجنه من كل فرع من الفروع، مش اللجنه من المركز الرئيسي بس او من النادي الاهلي الفروع كلها، فاحنا بنقول ان اللجان دي لازم تفعل البرنامج بتاعنا اللي احنا حطيناه عشان نقدر نكمل هذا البرنامج، ولما نيجي في الجمعيه العموميه نقول للجمعيه العموميه ان شاء الله كده احنا وفينا بعدنا، عملنا البرنامج اللي احنا قاعدين عليه على البرنامج الزمني بتاعه، يعني كل سنه في جزء هيتعمل، فان شاء الله باذن الله كده اللجان دي تقوم بدورها ويحصل هذا التفاعل. والله هي دي عائله الاهلي، الواحد بيبقى فخور وهو بين عيلته اللي احنا بنقول عليها اعضاء النادي الاهلي، وزي ما دايما بنقول وقلنا قبل الانتخابات، ما فيش حاجه اسمها فرع الشيخ زايد، اهلي زايد واهلي الجزيره واهلي مدينه نصر، كلنا عيله واحده، وباذن الله ربنا يقدرنا ونقدر ننفذ برنامج عائله الاهلي باذن الله، علشان الناس تعرف ان باذن الله الناس اللي ادتنا صوتها دي
كانت على حق، وده دين على فرقتنا، وربنا قدرنا ان شاء الله نعمل حاجه كويسه. حاجه حلوه ان يبقى في تواصل، ويبقى الرياضه هي اللي بتجمع الناس كلها، وما فيش حاجه اسمها النهارده الرياضه ملهاش سن. النهارده عندها 70 و80 سنه الناس بتعمل ماراثون، لكن الحقيقه شفنا شويه شباب فوق ال 50 بيلعبوا ماتش كوره كان حلو جدا، وشفت ناس بتلعب بنضاره شمس، كانت حاجه يعني ليها طابع خاص يعني. حرص خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي على إهداء الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الدرع وشعار النادي الأهلي خلال مؤتمر عرض أنشطة المركز الوطني لعلاج الإدمان التابع للمستشفى العسكري للقوات المسلحة بالإسماعيلية. ويشارك الأهلي في هذا المؤتمر بمناسبة مرور عام على افتتاح المركز الوطني لعلاج الإدمان تحت رعاية صندوق ومكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي. وألقى الدرندلي خلال المؤتمر كلمة النادي، والتي أثنى فيها على دور صندوق علاج ومكافحة الإدمان في تأمين وتأهيل الشباب من خطر المخدرات، وكذلك التأكيد على الدور المجتمعي للأندية الرياضية في الاهتمام بالشباب وتأهيلهم صحيا ورياضيا ومجتمعيا. وإلى أخبار الفريق الأول، خاض اليوم فريق الأهلي مرناه دون راحة استعدادا لمباراة النصر المقرر لها بعد غد الاثنين ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري العام. هذا وقد حقق الفريق الفوز على الأسيوطي أمس بهدف وليد سليمان ليرتفع رصيد الأهلي إلى 63 نقطة، محتل بهم صدارة جدول ترتيب المسابقة. يجري عبد الله السعيد لاعب النادي الاهلي اشعه على العضله الخلفيه ليوم السبت لتحديد مدى اصابته التي تعرض لها امس خلال مشاركته مع الفريق امام الاسيوطي في الجوله 24 للدوري العام. ويعاني السعيد من اجهاد في العضله الخلفيه فيما تحدد الاشعه مده غياب اللاعب ومدى امكانيه لحاقه بالمباريات المقبله. وللمزيد من التفاصيل انضم الينا هاتفيا الزميل امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي. امير اهلا بك. اهلا بك كابتن هيثم، واهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. عايزين نعرف تفاصيل يعني تمرين النهارده ايه يا امير؟ تمام، النهارده طبعا النادي الاهلي استأنف تدريباته استعدادا للمباراه المقبله امام فريق النصر في الاسبوع رقم 25 من بطوله الدوري العام، وعقب طبعا الفوز المهم جدا على فريق الاسيوطي بالامس بنتيجه 1-0. بالتالي النهارده كان في محاضره كده قبل المران سمر كابتن حسام الجدي للاعبين، واتكلم فيها عن اهميه المباراة المقبلة وأهمية المرحلة المقبلة بشكل عام، وهي تعتبر أكيد مرحلة حساسة جدا بالنسبة للنادي الأهلي في بطولة الدوري في ظل الانتصارات المتتالية ما شاء الله اللي بيحققها النادي الأهلي خلال الفترة السابقة، وبتحديد 11 انتصار متتالي. فبالتالي أي مباراة تبقى خطوة جديدة للنادي الأهلي نحو الحفاظ على بطولة الدوري وحسم البطولة مبكرا قبل الفوز في ضمار البطولة الأفريقية، واللي هي أكيد أكثر أهمية بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي. كابتن حسام بدأ يتكلم عن اللاعبين،
ضروره التركيز ايضا خلال المباراه المقبله، وايضا اهميه تحسين الاداء بشكل اكبر طبعا خلال مباراه النصر، وان شاء الله النادي الاهلي يحصل فيها 3 نقاط. بعد طبعا المحاضره على طول تنفيذ مران، يعني تم تقسيمه لجزئين، طبعا مجموعه من اللاعبين اللي شاركوا بشكل اساسي خلال مباراه الامس، وكان لهم بعض التدريبات الاستشفائيه طبعا للتخلص من الاجهاد، وخصوصا ان احنا عارفين النادي الاهلي بيلعب مباراه والاخرى، فبالتالي ده بيؤدي لاجهاد بالنسبه للاعبي النادي الاهلي خلال الفتره المقبله بسبب توالي المباريات كل 3 أو 4 أيام في مباراه النادي الاهلي، وده يمكن بيأثر على اللاعبين شويه من الناحيه البدنيه، وايضا بيأثر على اللاعبين شويه من ناحيه الاداء، زي ما احنا شفنا امبارح النادي الاهلي قدر ان هو يفوز، لكن الاداء ما كانش الاداء المطلوب بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، لكن خلال المرحله دي يا كابتن هيثم طبعا بيبقى الاهم هو 3 نقاط تحسم البطوله ان شاء الله. طبعا اللاعبين ادوا تدريبات استشفائيه، لكن كان في مجموعه اخرى من اللاعبين كان لهم بعض التدريبات البدنيه القويه، وايضا بعض التدريبات الكره، ويمكن كابتن حسام البدري النهارده مع نهايه المباراه ركز على الكرات العرضيه، وده كان شيء مفيد سواء للمدافعين او المهاجمين خلال هذه التدريبات. وايضا في النهايه خالص كان في تقسيمه وشارك فيها جميع اللاعبين تحديدا كابتن حسام البدري، وادوا تقسيمه بشكل جيد جدا. لكن الشيء المميز النهارده او اللي يميز تدريب النادي الاهلي هو عوده كافه مصابين النادي الاهلي خلال المرحله المقبله، سواء طبعا سعد، سمير، محمد هاني، ايدو، جابر، اكثر من لاعب علي معلول، ايضا اكثر من لاعب خلاص بيشاركوا التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي تحسبا لاحتياج الكابتن حسام البدري ليهم حسب الرؤيه الفنيه بالنسبه له خلال المرحله المقبله. لكن الاصابه الوحيده عند النادي الاهلي وهي عبد الله السعيد، واللي كان تعرض لشد في العضله الخلفيه بالامس. عبد الله في الغالب خلاص مش هيلحق، او شبه مؤكد خلاص مش هيلحق مباراه النصر، واحتمال كبير ايضا ما يلحقش مباراه الانتاج اللي هتلي مباراه النصر ايضا مباشره، لكن ان شاء الله يتم تجهيز عبد الله السعيد بشكل سريع ويتم شفائه طبيا عشان يكون لائق للمشاركه في المباراه مع النادي الاهلي. بكره ان شاء الله هيكون في مران اخر واخير للنادي الاهلي قبل مباراه النصر، وهيكون في تمام الساعه 2:30 ظهرا، وبعديها هيتوجه الفريق طبعا لاحد الفنادق لاقامه المعسكر الخاص بليله مباراه الاهلي والنصر، واكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال هذه المرحله، وكل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في مباراه النصر، ويقدر يحصل 3 نقاط في مشواره في بطوله الدوري يا كابتن عيسى. الزميل امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا لك. طلب حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي تجهيز بعض الفيديوهات لمباراتي فريقي ريل كاديوجو بطل بوركينا فاسو ومونانا بطل الجابون للوقوف على مستواهما، خاصه وان الفريق سيواجه الفائز منهما يوم 6 مارس المقبل في دور ذهاب ال 32 ببطوله دوري ابطال افريقيا. يذكر ان تقرر سفر سيد معوض مدرب الفريق الى الجابون بعد غد لحضور مباراه الفريقين الثلاثاء في اياب الدور التمهيدي للبطوله، فيما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز ريل كاديوجو بهدف نظيف. وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي الشكر لكل من هشام ناجي سفير مصر في بوركينا فاسو، وكذلك أحمد بكر سفير مصر في الجابون، على تعاونهما في توفير كافة المعلومات الخاصة بفريقي ريل كاديوجو والبوركيني ومونانا الجابوني. وأضاف عبد الحفيظ أن هناك اتصال دائم مع سفارتي مصر في بوركينا فاسو والجابون لإرسال شرائط الفيديو الخاصة بالفريقين.
للتعرف على طريقة لعبهما واستعدادا لمواجهة الفائز منهما في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا. أبدى حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي ارتياحه للفوز الذي حققه الفريق على الأسيوطي أمس بهدف وليد سليمان ضمن منافسات الجولة 24 من عمر الدوري العام. وأكد المدير الفني للأهلي أنه يلتمس العذر للجنة المسابقات على ضغط المباريات بسبب كأس العالم، حيث لابد من انتهاء المسابقة المحلية في مايو المقبل. نتابع في التقرير التالي أبرز ردود أفعال الجهاز الفني عقب المباراة. طبعا الحمد لله على الفوز النهارده، ولازم اقول ان ثلاث نقاط صعبين النهارده، يعني ثلاث نقاط صعبين. بحيي الاقصوطي على ادائهم النهارده، وبالذات في الشوط الاولاني اللي كان عندهم اصرار كبير جدا، كان عندهم تنظيم، وفي نفس الوقت كانوا يبقى عندهم رغبات هجوميه في المباراه ومحاولات. بهنيهم على ادائهم يعني، ويمكن بالرغم طبعا من برضو البدايه اللي انا بقول كان ممكن تبقى لصالحنا بشكل كبير، لان كان في مساحات كبيره في ظهر فرقه الاسيوطي نتيجه الضغط من قدام علينا، ودي يعني اكيد بتبقى لصالحنا لعناصر كتيره بنعرف نستخدمها. اما فرقه بتعمل علينا الضغط من قدام بيبقى المساحات دي لصالحنا، لكن ما قدرناش نستغلها كالعاده، لان احنا من عادتنا لما فرقه بتعمل علينا الضغط من قدام كمان بيبقى عندنا مساحات في ظهر الفرقه اللي قدامنا بتساعدنا بشكل كبير جدا. لكن النهارده يمكن ما قدرناش اسلوب اللي احنا معتاد، لكن في الشوط الثاني الاداء افضل. حصل برضه هبوط طبعا لفرقه الاسيوطي في الشوط الثاني شويه في ادائها، في نفس الوقت مع التغييرات اللي حصلت لينا واندفاعنا بشكل كان ايجابي اتخلقت بعض الفرص، لكن مش بشكل واضح، لكن كان في اداء هجومي افضل من الشوط الاولاني شويه بكثافه عدديه. واعتقد ان ربنا كافئنا بضربه الجزاء دي، لان برضه في اجمالي المباراه يعني احنا افضل لكن مش بالنسب الكبيره المعتاده. لكن مهم الثلاث نقاط والفوز بيبقى في اوقات مهمه جدا، وبهني الاسيوطي مره ثانيه على ادائهم. يعني ما ينفعش دكه الاحتياطي تتحط بكل الاحتمالات اللي في الملعب. انت ما شفتنيش انا ثانيه عبد الله وقع وليد، يبقى ازاي مش محضر؟ يعني عبد الله وقع في الملعب على طول رحت النادي على وليد، محضر كل واحد في الملعب. دكه الاحتياطي ما بتتحط سيبك من المركز، ما مش لعبه انت، هي مش حفظ، هي مش حفظ ان عبد الله لازم الراجل اللي يبقى الراجل البلاي ميكر. ما انت ممكن بتلعب 4-3-3 4-3-3، احنا ما بنلعبش 4-3-3، بنلعب 4-2-3-1. اما عبد الله ممكن يبقى موجود مش موجود يلعب 4-3-3 باسلوب ثاني، فانك ما تقوليش مش عامل حساب. الحمد لله طبعا مهم جدا المكسب النهارده، وكان مهم جدا جدا ان احنا ناخد الثلاث نقاط يعني في 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 مباراه انا عارف انها هتبقى مش سهله، وكانت مباراه الدور الاول نفس المنوال كده، لكن الحمد لله. يمكن زعلنا بس اصابه عبد الله النهارده، لكن خلينا نخوض الايام اللي جايه والمباريات اللي جايه، وان شاء الله الرحمن نحضر للي جاي كويس باذن الله. لا خلينا ناخدها مرحله مرحله وخطوه خطوه. عندنا مباراه مع النصر بعد 48 ساعه، لازم نحضر لها بشكل كويس. وانت شفت يعني كل مباراه بيبقى لها ظروفها الخاصه ولها احداثها الخاصه اللي ممكن تسهلها او تصعبها يعني، فخلينا نقفل الصفحه بكل ما فيها ونستعد اللي جاي باذن الله. يعني برج العرب نشكر كل المسؤولين عليه، يعني احنا خدنا مباريات هنا كتير جدا على المستوى الافريقي او المستوى المحلي يعني، وفي ضغط وفي فرق كتير بتلعب عليه، الاتحاد وسموحه والمصري ذهابا وايابا يعني، فاستحملنا كتير، احنا جه الوقت نستحمل شويه، لكن اعتقد ان خلال اسبوعين ثلاثه الدنيا هتبقى كويسه باذن الله. في البدايه بقول الحمد لله، يعني مباراه مهمه بتلعب فريق السنه دي مع الكابتن علي ماهر
ماهر عامل شغل ممتاز في الدوري، عامل نتائج ايجابيه مع فرق كتيره جدا في الدوري، ليه شكل في النواحي الهجوميه والنواحي الدفاعيه، فالحمد لله احترمنا الفرقه بشكل كويس. انت في النهايه بتكسب وده الاهم، الثلاث نقط دلوقتي من عمر المسابقه مهمين جدا بالنسبه لك، بتوسع الفارق، بتحافظ على الصداره، ثقه بالنسبه لك، 11 فوز على التوالي في مسابقه الدوري ريكورد ممتاز طبعا. يعني رغم الاجهاد والمباريات المتتاليه والكلام اللي دايما بيقولوا بعد كل مباراه، فبنشكر اللعيبه اللي تحملوا المسؤوليه وان هم برضو يكسبوا في ظل الاجواء دي كلها، فطبعا بنشكرهم وفي النهايه بنقول الحمد لله. يعني ثلاث نقط في مباراه صعبه الحمد لله. يعني طبعا يمكن افتقدنا عبد الله النهارده، يمكن هو اشتكى من الخلفيه، بس انا يعني لسه ما خرجش ملعب بعد المباراه، هدخل دلوقتي اطمن عليه واشوف الدكتور، وممكن يكون في اشاعه تحدد يعني مدى الاصابه، ان شاء الله تكون خفيفه، يعني ما تضطر يعني ما عبد الله ما يضطرش انه يغيب عن ملاعب فتره طويله، ان شاء الله تكون حاجه بسيطه ان شاء الله. طبعا هو الهدف الاولاني هو بيوصلك للهدف الثاني، يعني انت ما يعني عندك هدف بيوصلك لهدف ابعد، فالهدف الاولاني لما تشتغل عليه وتكسب فهو ده اللي بيوديك للهدف الثاني. ما ينفعش افكر في البطوله من غير ما افكر في مباراه اكسبها. الحمد لله بنتعامل على كل مباراه على حده، بنركز في الخطوات اللي تحت رجلينا وبعد كده ربنا يسهل بقى ان شاء الله. يعني ان شاء الله يعني كلنا ثقه نحسم بطوله الدوري السنه دي ونفرح جماهيرنا، وان شاء الله عندنا الكاس كمان وعندنا بطوله افريقيا نقدر نشتغل فيهم بشكل كويس ونحقق بطولات للنادي وللجماهير ان شاء الله. أكد أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي أنه يؤدي تدريباته يوميا بجدية مع الفريق أملا في الحصول على فرصة المشاركة في المباريات بشكل أساسي. وأضاف توفيق بأنه يثق في إمكانياته جيدا ولا ينتظر سوى الفرصة التي يحددها الجهاز الفني بقيادة حسام البدري لكي يثبت جدارته. وأشار توفيق إلى أنه يحترم قرارات الجهاز الفني ويعرف دوره جيدا كلاعب الفريق ويؤدي في هذا الدور بمنتهى الجدية والإخلاص. وأوضح توفيق أنه لا يفكر في الرحيل عن النادي الأهلي نهاية الموسم إلا إذا كانت تلك هي رغبة النادي. قال السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن ثنائي الفريق علي معلول وسعد سمير شارك في التدريبات الجماعية الأخيرة وباتا جاهزان للمشاركة في المباريات حسب رؤية الجهاز الفني. وأكد عبد الحفيظ أن الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري سيحدد مصير مشاركة الثنائي في المباريات المقبلة حسب ظروف الفريق وحالة اللاعبين الفنية. يذكر أن معلول غاب عن الأهلي للإصابة بشد في العضلة الخلفية فيما أصيب سعد بشد في العضلة الأمامية.